السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتعرف مع بعض على الطريقة الصحيحة لاختيار أضحية العيد. يجب أن يكون الرأس مرفوع غير خامل أو متدلي، والعينان يكونان براقتان ولامعتان، والأنف والفم خاليان من الالتهابات والإفرازات. للنظر للفكين يجب أن يكون سليم من التورم، والحركة يجب أن تكون معتدلة، والتنفس يكون طبيعي، ويجب أن يكون الصوف أملس وناعم ونظيف ولا ينتزع بسهولة، والقوائم والأرجل يجب أن تكون قوية ومستقيمة وخالية من الجروح والكسور والعرج. وللنظر لخلفية الحيوان لا يوجد أي علامات للإسهال. كل هذا فيما يخص اختيار الأضحية السليمة، وعيدكم مبارك. السلام عليكم، أبا أشرح طريقة كشف على الأضحية. أول حاجة الشكل الظاهري بعد الذبح، شوف اللون طبيعي وردي. الحاجة الثانية العقد اللمفاوية، تفحص العقد اللمفاوية الأمامية والخلفية والتأكد أنها سليمة. الحاجة الثالثة القلب، التأكد من عدم وجود حويصلات، إذا كان في حويصلات يعدم القلب فقط. تفحص الكبد عن طريق عمل قطع والنظر من الجهتين والتأكد من عدم وجود حويصلات، إذا كان فيها حويصلات يعدم العضو فقط. تفتح الكلى وتأكد أن الناس سليمة. وهذا ما يخص الكشف على الأضحية بعد الذبح. كل عام وأنتم بخير. وصلى الله على